الأول من أيلول المقبل موعد لإجراء الامتحانات النهائية لطلبة السادس الإعدادي واحتساب العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير التربية مع مديري التربية في بغداد والمحافظات. بخصوص الطلبة للصف السادس الإعدادي، اتخذت قرار وزارة التربية أن تعتبر سنة عدم رسوب للطلبة الذين لا يرغبون بأداء الامتحانات للدور الأول أو الدور الثاني. ربما بعض الطلبة لم يتهيئوا بصورة صحيحة لأداء هذه الامتحانات. هناك لجان حقيقة مشكلة لهذا الغرض، لدراسة المقترحات والخيارات العديدة لتضمن بدء العام الدراسي بصورة صحيحة. الاجتماع الموسع ضم أيضاً اللجان الامتحانية والجهات الساندة من الصحة والداخلية، إذ تمت مناقشة الاستعدادات اللوجستية التي ستقدم للطلبة خلال أيام الامتحانات لإنجاحها، بما يتلائم وتطلعات الطلبة في اجتياز هذا العام الدراسي. الجهات الساندة يعني في تعاون بيننا وبينها، الكهرباء، الداخلية، الدفاع، الأمن الوطني، الصحة، لحقيقة تجاوز يعني تسهيل أمور وتجاوز أزمة الامتحانات. الامتحانات التمهيدية هي دلالة على نجاح الامتحانات في المحافظات، خاصة محافظة البصرة. اليوم احنا عندنا امتحانات مفصلية 1-9 إن شاء الله، جهزنا كل الإمكانيات. ندعو أبنائنا الطلبة للاستعداد للامتحانات القائمة إن شاء الله في 1-9 وليتهيئوا وليطمئنوا، ونبعث لهم رسالة اطمئنان أن جميع الأمور الصحية واللوجستية مهيئة وموفرة لهم، فقط عليهم أن يجتهدوا لينالوا الدرجات العليا إن شاء الله. اللقاءة مع مديرية التربية وجهات الساندة أفضت إلى اعتماد الامتحانات في موعدها المحدد لطلبة السادس الإعدادي، مع مراعاة الظروف التي يمر بها البلد بسبب جائحة كورونا. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية.